ليست المرتبات للاستخدام السياسي، ليست للكسب وحشد الأنصار والتأييد. لا يجوز ولا يحق لأحد منا أن يتاجر بقوت الناس، لكنه ليس هناك حكومة في بلد ما في هذا العالم تستطيع دفع مرتبات كل الموظفين ونصف موارد البلاد بيد خصومها. هكذا بدأ رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر مقاله المنشور في العديد من المواقع اليمنية، وأضاف بن دغر في أجزاء من مقاله الموجه إلى المتمردين: التزمنا سنة ونصف بسياسة اقتصادية ومالية تقضي بتوصيل إرسال كل الإيرادات إلى البنك المركزي عندما كان تحت سيطرتكم، حتى استكملتم نهبة ونهب احتياطيته من النقد الأجنبي، ثم امتنعتم عن دفع المرتبات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية، ومن ثم مرتبات من تجنون الضرائب والجمارك والإتاوات وفائض النشاط باسمهم ممن يقعون تحت سيطرتكم. ها نحن نقوم بدفع ما أمكننا من المرتبات والالتزامات اعتمادا على القليل من موارد الدولة، مع علمنا وعلم الشعب اليمني أنكم تعبثون بموارده وبمئات المليارات. دعونا نتجرد قليلا ونعود إلى المنطق والعقل على الأقل في هذا الشأن الهام، فنحيد الموارد كلها ونغلب مصلحة الشعب على كل مصلحة، وذلك كخطوة أولى نحمي بها الناس من التجاذبات والبيع والشراء بآلامهم وأوجاعهم. من سيأخذ موارد البلاد كلها عليه أن يتحمل مرتبات الموظفين كلهم وأن يضمن بقاء الخدمات. المرتبات مصدر قوت الناس، وقد جربناكم وفشلتم وأفكرتم البلاد وأفرغتم خزينتها وكانت مليئة بالأموال. أعيدوا لخزينة الدولة 581 مليارا كنتم قد حصلتموها في العام الماضي فقط، غير ما فرضتموه خفية على شركات الاتصالات وبعض المؤسسات التجارية الكبرى التي خافت بطشكم. هذا الرقم وحده يكفي لدفع المرتبات لتسعة أشهر كاملة. أرسلنا المرتبات للتربية والتعليم والزراعة والجهاز المركزي للمحاسبة في صنعاء والتربية في تعز، كما اتخذنا كافة الإجراءات لصرف المرتبات في بقية المحافظات التي تسيطرون أنتم على مواردها وأرزاقها. ليس في ذلك منة على أحد، وسنواصل ذلك واجبا علينا ورسالة وفاء لشعبنا الذي لن يمنحكم فرصة أكبر لتنهبوا حقوقه تقاتلونه بها وتدمرون كيانه تدفعكم فقط شهوة السلطة، وهي متاحة لكم لو قبلتم فقط بمخرجات الحوار الوطني حكما بيننا وبينكم. عودوا إلى رشدكم إن بقي فيكم راشد، واقبلوا سلام المرجعيات سلام الشجعان، وستوقف الحرب فورا. هذا هو طريق السلام، وليس في الأفق طريق آخر. بالسلام سنكسب جميعا، سنكسب وطنا ونكسب حياتنا ومستقبلنا. والله أن دم يمني واحد أغلى من كل سلطة وأثمن من كل مال.